السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي جريدة الحدث 24. مرحبا بكم معنا في هذا المباشر من العاصمة العلمية للمملكة مدينة فاس. كما كتشوفوا معنا رسميا كيتم إغلاق الملعب الكبير لمدينة فاس، أو الملعب اللي كيسميوه جماهير فريق المغرب الرياضي الفاسي، ملعب ابن زاكور، الحاج بن زاكور. الملعب اللي تم الإغلاق ديالو رسميا في هذه الأيام استعدادا لتأهيله، ولا بداية الأشغال كتبدأ فيه استعدادا باش يكون مؤهل لاحتضان نهائيات كأس إفريقيا 2025. هذا الملعب هذا اللي كما كتشوفوا معنا اللي تفتتح نهار 25 نوفمبر 2007 بواحد المباراة ديال نهائي كأس العرش اللي جمعات ما بين فريق الرشاد البرنوسي والجيش الملكي، واللي كان سجل فيها أول من سجل على أرضية هذا الملعب اللي هو عاتق شهاب في ذاك الوقت، واللي فاز فريق الجيش الملكي بالمباراة النهائية في نهائي كأس العرش. متابعينا، فبداية الأشغال ديال هذا الملعب كما معروف عند كل الناس ديال الساكنة ديال فاس بدات في أوائل 1992، واللي تم التوقف على التوقف الأسباب الخاصة، ولا عاوتاني كي استأنفت الأشغال من بعد منها حتى تم الافتتاح ديالو سنة 2007 كما قلت نهار 25 نوفمبر. فاليوم كيتم الإغلاق ديالو في انتظار تحديد المباريات اللي غيكون غيلعبهم فريق المغرب الفاسي ولا الوداد الفاسي، اللي لعب اخر مباراه ديالو على ارضيه المباراه ما قبل الاخيره اللي لعبها على ارضيه هذا الملعب ايضا فريق الوداد الفاسي. ففريق المغرب الفاسي لعب نهار الجمعه حسب البروغرام ديال اللي حطته الجامعه، الا انه ما محددينش الملعب اللي غادي يلعبوا فيه فريق المغرب الفاسي. مازال الى حدود اللحظه ما عرفناش الملعب اللي غادي يتم فيه اللعب. الاشغال بدات في المحيط ديال الملعب، راه تما غيتم التجديد ديال المرافق ديال الداخليه ديال الملعب، في حين انه المنصه وما غير ذلك، في حين ما غاديش يتم الحفر ديالو كما حسب هادشي حسب ما يشاع، ما غاديش يتم الحفر ديالو الارضيه ديالو ويزيدوا مدرجات كما وقع على مستوى أرضية ملعب طنجة. فملعب هذا ملعب فاس والمركب الرياضي لمدينة فاس غيتم فقط يعني التجديد ديال المرافق ديالو من مراحيض، من قاعات ديال الندوات، منصات الصحافة، المنصات الشرفية اللي غيتم التوسيع ديالها، ويتم إصلاح ما يمكن إصلاحه فيما يخص الإنارة وغير ذلك. في الوقت اللي إن شاء الله بحول الله هذا الملعب غادي يرجع يستأنفوا فيه المباريات ابتداء من دوجنبير حسب ما يقال او حسب ما حددته الجامعه في دوجنبير من عام 2024 اللي غيلعبوا فيه مباريات وديه ومباريات رسميه فريق المغرب الرياضي الفاسي، اللي غيجربوا فيها الارضيه ديال الملعب، المرافق وغير ذلك، الى حين تحديد المباريات اللي غتلعب على ارضيه هذا الملعب ان شاء الله بحول الله في كاس افريقيا 2025. وغيتم الاغلاق ديالو من جديد بعد هذا الحدث الافريقي او الحدث القاري، وغادي يوليو يحفروه من بعد ويصوبوا يزيدوا فيه المدرجات. فهذا الشيء غيتطلب ميزانيه ضخمه وضخمه جدا. هذا الملعب كما كيعرف الجميع احتضن مجموعه ديال المباريات ما بين المنتخب، ما بين فريق المغرب الفاسي طبعا وفرق اخرى، وعلى ارضيه هذا الملعب فاز الفريق المغرب الفاسي باحد الالقاب الافريقيه، اول لقب واخر لقب افريقي له على ارضيه هذا الملعب، لان موراه فاز فريق المغرب الفاسي بالسوبر الافريقي، الا انه على ارضيه هذا الملعب فاز فقط بكاس الكونفدراليه الافريقيه على النجم الساحلي التونسي بضربات الجزاء في هذا الملعب. المباريات الدوليه اللي تلعبات هنا، فمجموعه من المباريات اخرها كانت مباراه ديال المنتخب البرازيلي الاولمبي مع المنتخب المغربي الاولمبي، قبلها كانت مباريات ديال المنتخب المغربي وديه، مباراه ديال زامبيا في 2008،
او لا في 2008 2008 او لا في 2009 هي ما عرفتش بالضبط، مباراة ديال الكاميرون والمغرب اللي تلعبت ايضا على هذه الارضيه هذه لحساب احصائيات قاريه، ايضا مباراه اللي كان فيها اصدقاء زيدان واصدقاء رونالدو تلعبت ايضا على ارضيه هذا الملعب، فالملعب لعبوا فيه نجوم كبار واساطير كبار، فنتمنوا انه ياخذ الحق ديالو في احتضان نهائيات كاس العالم وبعض المباريات من كاس العالم وبعض المباريات من كاس افريقيا بعد ما غادي يتم التجديد ديالو. الشركات اللي بداو كيحطوا هنا مازال ما حطوش داك لي بانو اللي كيحددوا فيه الشركات اللي غتشد هاد المارشي او لا الوقت ديال الانجاز ديالو شحال او لا شنو اللي غيتصوب فيه، مازال الى حدود اللحظه ما تحطوا حتى شي بانو ما تحط هنا، فقط بداو يحطوا لي ماتيريال ديالهم مباشره بعد تم الاعلان على الاغلاق ديال الملعب. فتحيه لكم متابعينا 25 الاخ فعلا المغرب الفاسي غادي يلعب على ارضيه الملعب الحسن الثاني، ما عرفناش اخويا ما عرفناش مازال الى حدود اللحظه. بالنسبه للبرمجه اللي وصلتنا فهي البرمجه ديال دايرين اونكور، يعني مازال ما محددينش الوقت ديال الماتش فوقاش غادي تلعبوا ولا الارضيه، لا الوقت محدد مع الاربعه ولكن ارضيه الملعب مازال ما حددهاش، يعني مازال ما عرفناش هذه حسب البرمجه اللي وصلت من العصبه الاحترافيه مازال ما عرفناش، ربما يقدر يكون ملعب الحسن الثاني يوم الجمعه ان شاء الله بحول الله. فتحيه لكم متابعينا الى مباشر اخر ان شاء الله بحول الله، ولكن ماشي يوم الجمعه ديال 8 دجنبر كما قلت يا الاخ في كسميتو، الجمعه هذه الجمعه هذه يعني نهار الجمعه هذه الجمعه المقبله عند الفريق المغربي الفاسي عنده مباراه هنا على ارضيه ملعب الحسن الثاني، اذا تم تحديدها ما كانش تحديد ديالها فممكن انهم يلعبوه في مدينه اخرى او على ارضيه الملعب الشرفي مدينه مكناس او غير ذلك. تحيه لكم متابعينا الى مباشر اخر ان شاء الله.